اسمي أليفة مدينة، أنا صحفية من الجريدة سيريا دايركت. الشيء الذي استغربني كثير إنه أول شيء إنه ما أسمح الناس بروح برا الكامب مخيم، هذا أكيد غير قانوني، وصحلا إنه شفته بعيوني إنه ما أسمحوا لي بروح برا البان، وكمان أنا معنا الكثير الصحفيين اللي تحكي معهم دغري، إنه بحاول معنا إنه الصحفيين نعمل الشغل تبعنا وبتحكي معهم. كمان خبروني إنه ما عندهم تليفون الموبايل فون، وإنه كثير صعب لتحكي مع العائلات، وهم يعني ولا خدمة بالنسبة للتليفونات، إنه ولا حدا من السلطة اليونانية إنه بيعطوك التليفون، وكمان إنه بس في وجبة واحدة باليوم، وحقيقة الناس إنه بيحس إنه بالسجن. شو خبروك الناجين اللي قدرتي تحكي معهم؟ إنه هم بدوا تطلع من المخيم، هم بيشور إنه حدا مثل السجن، وبدوا كامل الحجرة على ألمانيا إلى حدا.